باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين وما ضبب أو كفت أو موه بهما، إلا ضبة يسيرة بفضة. ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف، ومن الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به. طيب، هذا بيان لأحكام الآنية. قال رحمه الله: باب الآنية. الفقهاء يقسمون المسائل إلى كتب، وهي ما يجمع في قسم من أقسام العلم أو صنف من أصنافه، ثم ينظمون ويرتبون ما تحت هذا القسم في أبواب، والأبواب على اسمها مداخل يدخل بها إلى معرفة تلك الأصناف التي تندرج تحت الاسم العام. فالكتاب كتاب الطهارة، وتحته جملة من المسائل صنفت ضمن أبواب، وكل باب يدخلك في صنف من مسائل العلم المتعلقة بهذا الكتاب. قال رحمه الله: باب الآنية. بعد أن فرغ من ذكر أحكام المياه، انتقل إلى ذكر أحكام ما تكون فيه المياه، وهي الأوعية. وهذا سبب الإتيان بالآنية بعد أحكام المياه. السبب في هذا أن الآنية هي الأوعية التي تكون فيها المياه، فاحتاج إلى بيان أحكامها. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء، هذا حكم حكم به على أن حكم به على أصناف وأنواع الآنية أنها طاهرة. كل إناء يحكم الأصل فيه أنه طاهر، وإذا كان كذلك فإنه يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه أي اقتناؤه، واستعماله أي في أوج الاستعمال، سواء في الطهارة أو في غيرها. وبعد ذلك قال رحمه الله في بيان ما يستثنى من هذا الأصل، قال: إلا المغصوب ونحوه. هذا أول ما يستثنى من الآنية، ما كان مغصوبا وهو ما أخذ من صاحبه قهرا بغير حق. الثاني قول نعم، وقول ونحوه أي ما كان مشابها له من كونه مستحقا كالمسروق، فإنه لا يصح اتخاذه ولا استعماله. قال: والنقدين. والمقصود بالنقدين الذهب والفضة، فكل إناء من ذهب أو فضة فإنه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، لما جاء في حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله رحمه الله: وما ضبب أو كفت أو موه بهما، هذا ملحق بالصنف الثاني من أصناف الآنية، وهو ما كان من النقدين، إما أن يكون خالصا من النقدين وهذا تقدم، وإما أن يكون قد أدخل إليه شيء من الذهب والفضة، وذلك على صور. الصورة الأولى التضبيب، وهو ما يعالج به كسر في الإناء أو شعب فيه، فإذا عولج ذلك بضبة من ذهب أو فضة، إن كانت على وصف ما سيأتي بيانه فإنه لا بأس به، وإلا فإنه إذا لم يكن له حاجة كان ملحقا بالإناء من الذهب والفضة. أو كفت أي عولج بمعالجة تكون فيها عروق من الذهب والفضة للتجميل والتزيين. أو موه أي صبغ وطلع بذهب أو فضة. هذه الأنواع الثلاثة من المعالجات للآنية بالذهب أو الفضة تلحقها بالنوع الأول، إلا أنه استثنى في التضبيب إذا كان ضبة يسيرة بفضة، فاستثنى في ما يتعلق بالتضبيب ما كان مما تدعو إليه الحاجة يسيرة بفضة، فإذا كانت لا تدعو إليه حاجة ألحق بالأول وهو المنع، وإذا كان ذلك كثيرا كذلك منع،
وإذا كان بغير الفضة منع. فقيود جواز استعمال الإناء المضبب أن يكون لحاجة، وأن يكون يسيرا، وأن يكون من فضة، فإن كان من غير الفضة لم يجوز. والأصل فيه ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه، قال أنس: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب عن الكسر سلسلة من فضة. بعد ذلك استطرد المؤلف في ذكر أحكام استعمال الذهب والفضة في أوجه الاستعمال الأخرى في غير الآنية، فقال: ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف وفي ومن الذهب القبيعة وما اضطر إليه كأنف. هذا نوع من الاستطراد، غالب الفقهاء يذكرون ذلك في أبواب في كتاب الزكاة، وقد ذكره المؤلف رحمه الله هنا في باب الطهارة استطرادا، وهو بيان ما يجوز استعماله من الذهب من الفضة والذهب. فقال: ويباح للرجل من الفضة الخاتم والحمائل، وهي ما يحمل به السلاح، والران، وهو ما يلبس على الساق يشبه الخف لا قدم له، والخف، ومن الذهب القبيعة، وهي ما يمسك به السيف، وما اضطر إليه أي من الذهب كأنف وربطة سن. ثم قال: وهذا كله فيما يتعلق بما يجوز للرجال من أوجه الاستعمال للفضة، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به. ثم قال رحمه الله: باب النجاسات: الدم وقيء غير المأكول والمسكر والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي ومأكولة وشعر طاهر وما لا نفس له سائلة، والكلب والخنزير وما تولد من نجس وما أبين من حيء كميته سوى شعر ومسك وفأرته، ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها. قال رحمه الله: باب النجاسات. والإتيان به هو إشارة إلى ما يؤثر على الماء، لأن تقدم قبل قليل في باب في باب المياه ما يتصل بالماء الطهور إذا لاقته نجاسة. فما هي النجاسة؟ قال رحمه الله: باب النجاسات. النجاسات جمع نجاسة، وقد بينها المؤلف بذكر وعد أنواعها وصورها، وبه تعلم أن النجاسة محدودة ومحصورة ومعدودة وليست واسعة، بل هي مضبوطة بعد، إذ إن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم لشيء بأنه نجس حتى يقوم الدليل على أنه نجس. وأما ما يتعلق بتعريف النجاسة، فأقرب ما يقال في تعريفها أنها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، هذا أخصر ما يقال في تعريف النجاسة. وبه يعلم أنه لا مدخل للرأي في الحكم على الأعيان بالنجاسة، إنما يتلقى ذلك من النص. وقد عد المؤلف جملة من الأعيان النجسة على وجه الحصر، قال: الدم، والمقصود بالدم هنا المسفوح بالاتفاق، وهو ما خرج من البهيمة عند ذبحها وما خرج منها وهي حية، وكذلك دم ما حكم بنجاسته من الحيوان في حياته وموته، هذا ما يتصل بالدم، وكذلك دم الإنسان في قول جماهير العلماء، بل حكي الإجماع عليه. هذا المقصود بقوله الدم. والراجح فيما يتعلق بدم الإنسان أنه
ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته، وما ذكره القائلون بالنجاسة من إجماع غير محفوظ، وما ذكروه من استدلال بالأدلة ليست ظاهرة في الدلالة على نجاسة الدم، إلا أن الأحوط والأبرأ للذمة والأبعد عن الاشتباه والشك أن يتوقى الإنسان الدم وأن يطلب السلامة منه. والقائلون بنجاسة الدم منهم من يقول بنجاسته مطلقا، ومنهم من يقيده بالكثير الذي يفحش في نفس الإنسان، والصواب أن دم الإنسان طاهر لعدم الدليل على نجاسته. الثاني من النجاسات قال وقيء غير المأكول، قيء أي ما يرتجع مما يخرج من الجوف، وقوله غير وقيء غير المأكول أي الحيوان غير المأكول، فإن كان من حيوان مأكول فإنه ليس بنجس، ومنه قيء الإنسان فإنه نجس على المذهب، والصواب أن قيء الإنسان ليس بنجس. قال والمسكر، هذا ثالث ما ذكره من النجاسات، وهو اسم لما حصل به الإسكار، وظاهره أنه يشمل ما كان مائعا كالخمر وما كان جامدا كالحشيش، فالمدار على الإسكار، فكل ما كان مسكرا فإنه نجس سواء كان مائعا أو جامدا. واستدلوا لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والقول الثاني أن المسكر ليس بنجس نجاسة عينية، إنما نجاسته معنوية لقول الله تعالى رجس من عمل الشيطان، والمذكورات منها ما ليس منها ما هو ليس بنجس بالاتفاق، فالأزلام والأنصاب ليست نجسة بأعيانها إنما بما يكون فيها من الصرف عن عبادة الله وحده لا شريك له. الرابع مما ذكره المؤلف رحمه الله قال والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر. الخارج من السبيل أي الخارج من قبل أو دبر، فالسبيل المقصود به مجرى البول والغائط، فكل ما خرج منهما من معتاد أو نادر فإنه نجس، إلا ما استثنى من ريح ومني طاهر. أما الريح فبالإجماع، وأما المني ففي قول جماعة من أهل العلم أن المني طاهر، واستدلوا لذلك بقول النبي بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لقد رأيتني أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي رواية قالت رضي الله تعالى عنها كنت أفركه يابسا أحكه بظفري، فدل ذلك على طهارته، لأنه لو كان نجسا لما كفى فيه الحك بل وجب فيه الغسل. قوله رحمه الله وفضلة مأكول، قوله وفضلة مأكول هذا استثناء من خارج من سبيل، فقد استثنى الريح واستثنى مني طاهر أي حيوان طاهر، والثالث فضلة مأكول أي روث وبول ما يؤكل لحمه، فهذا ثالث ما ذكره من المستثنى من خارج من سبيل. وقول مأكول لإخراج ما لا يؤكل كالحمار ونحوه فإن روثه وبوله نجس. الخامس من الأعيان النجسة الميتة، ودليل ذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد قال جماعة من أهل العلم المقصود بالرجس هنا النجس، وهو محل اتفاق، واستثنى من الميتة الآدمي، قال سوى آدمي فإنه طاهر بالاتفاق سواء كان مسلما أو كافرا. قال الله تعالى
ولقد كرمنا بني آدم، وهذا شامل للمسلم والكافر، وأما المسلم بخصوصه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس كما في صحيح من حديث أبي هريرة، ولا خلاف في طهارة المسلم، وإنما الخلاف في طهارة الكافر، والصواب طهارته. وما ذكر من قوله تعالى إنما المشركون نجس فهو نجاسة معنوية وليست حسية. قال ومأكولة، هذا استثناء من الميتة، فميتة مأكولة لا يحكم بنجاستها، وهو ما أحله الله تعالى من طعام البحر، من صيد البحر، كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فميتته طاهرة وليست نجسة. ولذلك قال ومأكولة أي وميتة مأكولة، وهي ما كان من طعام البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صيد البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وشعر طاهر، أيضا هذا مستثنى من الميتة، فاستثنى من الميتة الآن آدمي، ميتة الآدمي وميتة الميتة المأكولة وهي ما كان من صيد البحر. الثالث مما استثناه شعر طاهر، فهو مستثنى من الميتة، فالحيوان الطاهر شعره طاهر من الميتة، من الميتة. فإذا ماتت على سبيل المثال، إذا ماتت شاة فإن شعرها طاهر. قال رحمه الله وما لا نفس له سائلة، هذا رابع ما ذكره من المستثنيات في الميتة، ما لا نفس له سائلة طاهر، وهو ما لا دم فيه كالبق والنحل والذباب وما أشبه ذلك. فقول ما لا نفس أي ما لا دم، النفس هنا المقصود بها الدم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال رحمه الله والكلب، هذا سادس ما ذكره من النجاسات، فهو معدود من النجاسات. وقول الكلب يشمل جميع أجزائه، واستدلوا لذلك بقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا أو سبع مرات أولاهن بالتراب. وقد اختلف العلماء في غير السوء أهو نجس أو طاهر كشعره وعرقه، أما سؤره وبوله وروثه فإنه نجس، لكنهم اختلفوا في شعره وعرقه، والصواب أن شعره وعرقه ليس بنجس، وإنما النجاسة فيما جاء به النص من سؤره وكذلك ما خرج من سبيل. السابع مما ذكر من النجاسات الخنزير، واستدلوا له بقوله أو لحم خنزير. الثامن مما ذكره من النجاسات وما تولد من نجس أي ما تفرع عنه، سواء كان خالصا من نجس من طرفين نجسين أو كان أحدهما نجسا. التاسع من النجاسات التي ذكرها ما أبين من حي أي ما فصل من حي، وما قطع من حيوان في حياته فهو نجس، كما لو قطعت رجل مثلا أو قطعت يد من حيوان وهو حي فإنه يأخذ حكم الميتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. ثم قال في استثناء مما أبين، قال سوى شعر ومسك وفأرته، فهذه مستثنيات من عموم قوله ما أبين من حي كميته أو كميتته. قال رحمه الله بعد ذلك ولا يطهر نجس بدبغ،
وهذا إشارة إلى أن ما يكون من دباغ الجلود لا يفيد طهارتها بل يخفف نجاستها، ولذلك لا تستعمل في رطب بل لا تستعمل إلا في يابس. قال ولا يطهر ولا يطهر نجس، أي جلد نجس وهو جلد الميتة بدبغ، وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا له بأدلة من أبرزها تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والقول الثاني أن كل حيوان مات وهو يؤكل فإنه يطهر بالدباغ، ومسألة دباغ الجلود فيها ما يقارب 7 أقوال لأهل العلم، والراجح أن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغ فهو طاهر. بعد ذلك قال رحمه الله أو واستحالة، أي لا تحصل الطهارة باستحالة العين، ومعنى استحالة العين هي انتقال الشيء من عين إلى عين أخرى، كنجاسة أحرقت فصارت دخانا، الآن انتقلت من كونها عين جامدة إلى كونها دخان، هذا يسمى استحالة، وهو انتقال الشيء من عين إلى عين أخرى، لا يطهر بالاستحالة بل يبقى على نجاسته، فإذا أوقد في زيت النجس فإن دخانه لا يكون طاهرا بل يبقى نجسا، هذا معنى قوله رحمه الله واستحالة. والصواب في هذه المسألة هو الرواية الأخرى عن إمام أحمد رحمه الله، وأن الاستحالة مطهرة لأن العين زالت وانتقلت إلى عين أخرى فلا يستصحب الحكم السابق، وذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا يستصحب ما كان من حالها الأولى، واستثنى من ذلك إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها، والحقيقة أن هذا الاستثناء ينقض القول، لأن الاستثناء يدل على أن الاستحالة مؤثرة في التطهير إذا انتقلت من عين إلى عين أخرى، وهذا القول مبني على أن الخمرة نجسة فإذا تحولت من عين إلى عين أخرى صارت طاهرة، والصواب أن الاستحالة مطهرة سواء كانت العين نجسة بالاتفاق أو كانت نجسة في قول جماعة من أهل العلم لما تقدم من تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخمر التي تخللت بنفسها والخمر التي خللت. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذ خلا فقال لا صلى الله عليه وسلم، مع إذنه صلى الله عليه وسلم فيما تخلل بنفسه من الخمر.